اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم جديد. محمد زكريا من ذا اكاونتنت. النهارده هنتكلم على فيديو جديد، الفرق ما بين الديبريشيشن ديبليشن امورتايزيشن. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفرق ما بين السكسس والافورت والفول كوست وعلاقته ايه بال اكاونتنج او اويل اند جاز اكاونتنج. النهارده هنتكلم على الفرق ما بين الديبريشيشن ديبليشن وامورتايزيشن وايه علاقته بالاويل اند جاز اكاونتنج. الاوفر فيو في الديبريشيشن، ديبريشيشن هو اهلاك بيتم توزيعه بشكل منهجي للاصل على العمر الانتاجي المتوقع، وده بيتم الاعتراف به في قائمه الدخل. طيب النهارده عندنا ثلاث انواع من التايبس اوف ديبريشيشن، اللي هو ديبريشيشن والديبليشن والامورتايزيشن. ايه هما؟ هنتكلم على اول نوع اللي هو الديبريشيشن. الديبريشيشن بيستخدموه الشركات في اهلاك العربيات، البيوت، الكمبيوترز، الاساس، فده بيبقى استخدام الديبريشيشن او حاجه بمعنى اصح الموفبل اسيتس، الحاجات اللي تقدر تتحرك او قابله للحركه. طيب ايه انواع الديبريشيشن؟ الديبريشيشن عندنا اربع انواع، واولهم اللي هو اسهلهم الستريت لاين، ستريت لاين ديبريشيشن، وهو بنجيب الفيكسد اسيتس كوست على اليوسفول لايف سبين، على العمر المتوقع او العمر المتوقع من الاصل دوت. بيدينا نسبه، النسبه دي بنضربها في التكلفه او في الكوست بتاع الفيكسد اسيتس او كوست او تكلفه الفيكسد اسيتس. طيب ده من اسهل الانواع الديبريشيشن، وده بيبقى ريت ثابت على عدد العمر الاصل دوت. طيب ايه هو النوع الثاني؟ اللي هو يونتس اوف برودكشن. واليونتس اوف برودكشن دوت بيستخدم في الالات اللي لها علاقه بالانتاج، زي انتاج اكياس، انتاج كور بلاستيك، انتاج قوالب طوب، يعني اللي هو الالات اللي لها علاقه بالانتاج. وده بيبقى الكوست اوف او بتجيب تكلفه الاصل على العمر الانتاجي، هيديك برسنتج، البرسنتج بتضربها في توتال نمبر اوف بروديوسد يونت، وهيديك طبعا الريت الثابت او الريت دوت وعلى مدى العمر الانتاجي، ودوت من الاستخدامات اليونتس اوف برودكشن. طيب النوع الثالث اللي هو دبل ديكلاين بالانس. دبل ديكلاين بالانس دوت من اللي هو بيستخدم في اللي هو تعجيل بالاهلاك، لتعجيل في الاهلاك، اللي هو بيستخدم غالبا في الريتس اللي هو ليه علاقه بالضرايب، وناس عاوزه تهلك الالات بتاعتها او تهلك المعدات بتاعتها بطريقه سريعه. ودبل ديكلايند دوت بيبقى معناه اللي هو دبل الريت بتاع الستريت لاين. طيب دبل الريت بتاع الستريت لاين، احنا قلنا العمر الانتاجي او تكلفه الاصل على العمر الانتاجي بيدينا نسبه، النسبه دي بنضربها في 2 دبل ديكلايند، فانت بتعجل بال اهلاك بتاع المنتج او الاله ديت. هنقول تاني في الحته ديت دبل ديكلايند اللي هو دبل ديكلايند ستريت لاين ديبريشيشن، عشان تبقى ايه بالنسبه لك اسهل. يعني بنجيب الكوست تكلفه الاصل على العمر الانتاجي، هيديك النسبه، النسبه دي بتضربها في 2، سي مثلا 20% هتضربها في 2 يبقى 40%، تضربها في قيمه الاصل، وده دبل ديكلايند. طيب النوع الرابع اللي هو sum of digits، وده برضو بيستخدم للضرائب والتعجيل بالإهلاك وإهلاك الأصل على عدد سنين سريعة أو عدد سنين قريبة. وهنا مثلا لو افترضنا أن عدد الأصل 5 سنين، sum of digits حسبتها أن أنت بتعمل 1+2 اللي هو دول 5 سنين اهو، بتجمع 1+2+3+4+5 بيساوي
15. ال15 دول بتقسمهم على اخر سنة اللي هي ال15، هيديك النسبة، هيديك النسبة تضربها في اصل الآلة او اصل التكلفة بتاعت الآلة. طيب 4 على 15 هيديك النسبة، 3 على 15، 2 على 15، 1 على 15. وده هنا زي ما انتم شايفين القسط عالي في كل في السنين الاولانيه. فالسم اوف ديجيتس هي تعجيل بالاهلاك، وزي ما قلنا هنجمع عدد السنين ونقسمها على اخر سنه وبعدين السنه اللي تليها هكذا. طيب الديبليشن، ايه هو الديبليشن؟ هو ثانيه ديبليشن، الديبليشن هو اهلاك ممنهج على ناتشورال ريسورس ريزيرفز، وده الديبليشن بيستخدم للناتشورال ريسورس زي المناجم زي الويلز زي الحاجات اللي هي ليها علاقه بالطبيعه. طيب استخدام الديبليشن او طريقه حسبة الديبليشن عباره عن ايه؟ النت بوك فاليو على الاستيميتد ريزيرف. الاستيميتد ريزيرف اول المده، تمام، وده بيطلع لنا الريت. الريت دوت بنضربه في الانيوال برودكشن او بيجينينج برودكشن. طيب الريزيرفز دوت بيستيميت ازاي؟ بيبقى في شركات هي اللي بتستيميت، متخصصه بتستيميت الريزيرفز دوت او متوقع من الانتاج ده قد ايه. النت بوك فاليو اللي هي قيمه الكابكس اللي انت صرفتها على الويل دوت، فاحنا بنقول نت بوك فاليو على الريزيرفز او الاستيميتد ريزيرفز يدي لك ريت. الريت دوت بتضربه في البيجينينج برودكشن بتاعك او الانيوال برودكشن بتاعك. طيب ده بالنسبه للديبليشن، في موضوع ديبليشن. طيب الحاجه الاخيره اللي هي الامورتايزيشن، امورتايزيشن وده بيستخدم في الانتنجبل اسيتس، الاسيتس او الاصول الغير مرموسه، ودي زي التريد ماركس مثلا، اللايسنس معانا رخصه مثلا، مثال يعني رخصه للويندوز بتاعه الكمبيوتر. اللايسنس ديت ليها كوست، الكوست ده بتنتجه على مده انتهاء اللايسنس، ده الامورتايزيشن، بتستهلك الكوست بتاعه اللايسنس ديت على مده انتهائها. يعني عندنا مثلا اللايسنس ديت مدتها 5 سنين، بتقسم الكوست بتاعه اللايسنس ديت على 60 شهر او ال5 سنين، او على يعني حسب بتعملها شهري او كوارتر او سنوي حسب المنهج بتاع الشركة. طيب مين بيحدد العمر الانتاجي دوت، او مين بيحدد المنهج بتاع العمر الانتاجي بالنسبة للستريت لاين وبالنسبة لل يعني في حاجات معروفة كده مثلا زي الستريت لاين، العربيات 5 سنين، الكمبيوترات 3 سنين، البيلدينج 20 سنة، الاراضي طبعا ما بيحصل لهاش ديبريشيشن. الحاجة زي الامورتايزيشن ديت اللي بيحددها زي ما قلنا الاكسبيري ديت بتاع اللايسنس، زي وبالنسبة للريزيرفز اللي بيحددها شركات متخصصة في الريزيرفز، ده بوجه عام الريزيرف. وكل الحاجات ديت بتبقى في قائمة الدخل. وبكده يبقى انتهينا من موضوع الامورتايزيشن والديبليشن والديبريشيشن. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لكم جميعا.